Toyota vous présente le Maroc que j'aime. مرحبا بكم معنا في سيدي إفني، بلد صحراء على المحيط الأطلسي. في 1934 لو جينيرال فرانكو أسس سيدي إفني باش تكون قاعدة عسكرية للجيش الإسباني، لكن سيدي إفني طورت بسرعة كبيرة وصبحت مدينة. سيدي إفني جات ما بين تيزنيت وقلميم وتسمات على اسم الولي الصالح اللي موجود بالمنطقة. المدينة هي مركز قبائل أيت بعمران اللي تعرفت بصمودها ومقاومتها للاحتلال الإسباني. 23 نوفمبر 1957 2000 مقاوم مغربي هاجموا في نفس الوقت مخازن السلاح المطار والتكنة العسكرية ديال الجيش الإسباني في سيدي إفني، عملية اللي مازال كيفتخروا بها سكان المنطقة حتى اليوم. سيدي إفني معروفة بشواطئها اللي كيتوافدوا عليها الناس من كل جهة وخصوصا ركاب الأمواج. الجمال ديال شواطئ سيدي إفني ومناخها المعتدل كيخليو السياح من داخل وخارج المغرب يتوافدوا عليها خصوصا فصل الصيف. المدينه ملي تنشات بنات دون ان ستيل ار ديكو، ومازال بعض البنايات لحد الان شاهده على هذا الشكل المعماري. الاغلبيه ديال لي باتيمون ار ديكو اللي في المدينه تبناو ما بين 1934 و 1965. سيدي إفني مدينة جميلة، غادي تعجبكم بهدوءها وبلطفة ناسها، ما تنساوش تزوروها. وحنا غادي نتلاقاو قريب دون لو ماروك كو جيم. Le Maroc que j'aime vous a été présenté par Toyota.